طب اسالك على حاجه، يعني يمكن انت قلت لي ان الناس بره مصر بيبصوا ان ازاي حجم الانجازات او التطور والبنى ده في مصر، صح؟ طيب كلنا دلوقتي عدينا بمرحله الكورونا وازمات كتير قوي، شايف ليه مصر ما بتتاثرش بالازمات دي، او يعني مش بالتاثير القوي اللي احنا بنشوفه في العالم؟ مصر دولة كبيرة، خلي بالك احنا لما بنتكلم على مصر انت بتتكلم على 110 مليون واحد. صحيح. نسبة المتعلمين فيها نسبة محترمة جدا، نسبة الناس اللي بتشتغل محترمة جدا، انت سوق كبير جدا. فاحنا عندنا السوق بتاعنا بالجو الحلو بتاعنا بالمناخ اللي موجود عامة بيدي حمايه ان انت عندك نوع من انواع الاكتفاء الذاتي، انا مش مستني ان حد يجي لي من بره لو انا ما بعتش للسوق الفلاني يبقى انا هقفل. يعني ده عندي احتياج. انا عندي احتياج لسه كبير. هو الفن بقى والكورونا اظهرته، الكورونا غيرت مفاهيم حتى على مستوى التصميم المعماري، التصميم المعماري في الكورونا غير حاجات كتير قوي. صحيح. يعني غير يمكن الناس الديكور نفسه دلوقتي بقت عايز تقعد في البيت وتعمل مكتب وتعمل مكان. لا في حضرتك كوارث الناس لما كانت بتشتغل من البيت، الراجل ومراته بيشتغلوا والعيال بتبقى في المدرسه من البيت، الراجل مش عارف يعمل اجتماعاته، يعني عايز يعمل اجتماع زوم ميتنج يلاقي العيل ده بيجري من وراه والست طالعه بتطبخ، يعني كان بيحصل الحاجات دي ضحكنا عليها كتير. فابتدوا يفكروا ان يبقى في كوايت كورنرز، في حتة اقدر اقفل فيها وذين الكومباوند او وذين العماره نفسها، يبقى فيها حته بابليك سبيس في مدخل العماره من تحت او حاجه نقدر نقعد نشتغل فيه، انزل اخد فيه مكالماتي، انزل اعمل فيه الميتنجز بتاعتي. الفكر نفسه اتغير. ده بالنسبه للسكن، لكن فكر بقى الاغذيه والمشروبات اتغير اكتر. احنا اتعودنا على الدليفري، فبقى المطعم بدل ما وتعودنا على الاوت دورز بقينا نحب نقعد في الاماكن المفتوحه مش المقفوله. على فكره ده في كل حته في العالم، حتى الجو بيبقى تلج والناس بتفضل في المطعم تقعد بره تحت الدفايه احسن ما تقعد جوه. فبقيت المساحات الديزاين اختلف، في الديزاينز اختلفت. المساحات المطاعم بقى بيعملوا جزء اكبر لمطبخ مجمع، وابتدت تتعمل في مصر مطابخ مجمعه لسلاسل شهيره. المطبخ ده بيخدم على اكتر من نوع من اكتر من 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 مطعم من مطعم. ده بتاع مثلا اكتوبر يبقى فيها واحد والتجمع فيها واحد، وكل واحد عنده لاين بتاع الطبيخ بتاعه وبيطلب من هناك، وده مجرد بيوصل الدليفري اللي هناك مش من محل. فالمطعم كان زمان بنعمل الاندور حاجه كبيره جدا وفخيمه جدا، دلوقتي كله بيهتم بالاوت دورز اكتر. هي غيرت الدنيا تماما، يعني سكن، علم، مدارس تصميماتها اتغيرت، مفيش حاجه سبتت على نفسها.